أهلا بكم أعزائي الطلاب الأول ثانوي العلمي في درس المتطابقات المثلثية 2. نكمل معكم من مثال رقم 2 صفحة 199. المثال بحكي دون استخدام الآلة الحاسبة احسب قيمة جيب 22.5 وجتا ل 22.5. المرة الماضية أخذنا متطابقات ضعف الزاوية اللي هي جيب 2 سين وجتا 2 سين وظل 2 سين. نحاول نستفيد من الثلاث متطابقات هذول في حساب القيمة هاي. طبعا إذا بتتذكروا كان في عنا المتطابقة الأولى جيب الاثنين سين كانت عبارة عن 2 جيب السين جتا السين. كان عنا جيب 2 سين تساوي 2 في جيب السين في جتا السين. طيب شو بتفيدنا هاي يا أستاذ؟ حكى هاي قريبة من الشكل هاد اللي هو جيب ضرب جتا. جيب ضرب جتا يعني الجتا فيها جتا تربيع ناقص جيب تربيع، 2 جتا تربيع ناقص 1، 1 ناقص 2 جيب اللي هي تاع جتا 2 سين. الظل هاي ما فيها ظل، فهاي أقرب وحدة إلنا اللي هي جيب 2 إيش؟ جيب 2 سين. طيب شو بتفيدنا هاي؟ حكى لو بتلاحظوا انه هاي نفسها بتشبه هاي وهاي اللي هون كأنها السين صح؟ فكأنه هاي تساوي 2 جيب 22.5 جتا 22.5 تمام؟ طيب اذا كان هون سين هون شو بده يكون؟ 2 ضرب سين. يعني لو كان هون 22.5 هون بده يكون 2 ضرب 22.5. لو ضربتوا 22.5 اضربوها ب 2 حتعطيكوا 45، فحيصير جيب ال 45. ليش؟ لانه السين هاي ب 22.5 بس مضروب السين هاي بكم؟ ب 2، فبصير 2 ضرب 22.5 45. فاذا انا بدي جيب 22.5 جتا 22.5 في 2 هون بدي اخلص منه، بقسم هاي على 2 وبقسم هون على 2، فبروح 2 هاد مع 2 هاد بصير عندي يساوي اللي هو جيب 22.5 جتا 22.5 يساوي جيب ال 45 على 2. جيب ال 45 جذر ال 2 على 2 تقسيم 2. لو وسطنا هاي القيمة حتصير معنا كأنه هاي على 1، نأخذ البعيد مع البعيد والقريب مع القريب، جذر 2 على 4، فحتصير جذر 2 على 4. مين هي جذر 2 على 4؟ هاي جيب ال 22.5 جتا 22.5. طيب ممتاز، في عندكم تدريب بالكتاب، تدريب 2 صفحة 199 تدريب 2. تدريب 2 صفحة 199. طيب تدريب ايش بحكي؟ بحكي دون استخدام الآلة الحاسبة طيب احسب قيمة جتا تربيع ال 15. بدنا جتا تربيع ايش؟ ال 15. الآن نفس الكلام بدي أحاول أنا أربط بين متطابقات ضعف الزاوية والجتا تربيع، بين متطابقات ضعف الزاوية والجتا تربيع. طيب كيف بدي أربط بينهم؟ هاي فيها جتا تربيع تاعت الجيب جتا، هاي جيب 2 سين يساوي 2 جيب جتا، هاي ما فيها تربيع. مين اللي فيها جتا تربيع؟ تعون الجتا اللي هو جتا 2 سين. طب جتا 2 سين تتذكروا في جتا 2 سين جتا ال 2 سين ايش كانت تساوي؟ جتا 2 سين كانت تساوي 2 جتا تربيع السين ناقص 1 صح؟ تمام.
طيب أنا بدي جتا تربيع الخمسطعش، كأنه السين بكم؟ كأنه حطوا لي مكان السين 15 في هاي. شو بصير هون؟ بصير جتا الاثنين بخمسطعش مكان السين 15 يساوي 2 في جتا تربيع الخمسطعش ناقص 1. طيب هون حيصير عندي جتا الثلاثين. جتا شو؟ الثلاثين. حيصير جتا الثلاثين تساوي 2 جتا تربيع الخمسطعش ناقص 1. جتا 30 انتم بتعرفوها جميعكم من الجدول، لما كنا نرسم الجدول 30 و45 و60 جيب وجتا وظل 1 2 3 3 2 1 جيب جتا ظل، اذكركم فيه 30 45 و60 1 2 3 3 2 1 بنجذر الكل، جذر الواحد جذر الاثنين جذر الثلاث جذر الثلاث جذر اثنين، كلهم نحط لهم جذر والكل بنقسمه على اثنين على اثنين على اثنين على اثنين على اثنين على اثنين على اثنين، والظل جيب على جتا واحد على جذر الثلاث، الظل 45 جذر اثنين على جذر اثنين واحد، الستين جذر الثلاث على واحد جذر الثلاث، فجتا الثلاثين هايها بتعرفوها انتم جذر الثلاث على اثنين. طيب هذا الواحد بدي ازيد واحد هون وبدي ازيد واحد هون، فبصير هون زائد واحد يساوي اثنين جتا تربيع الخمسطعش. طب ليش زدت واحد يا استاذ؟ لانه انا بدي جتا التربيع، ما بدي اثنين جتا تربيع الخمسطعش ناقص واحد، بدي بس جتا تربيع الخمسطعش. شوف السؤال. طيب كيف بدنا نخلص من اثنين هاي؟ حنقسم الطرفين، نقسم هون على اثنين نقسم هون على اثنين. طبعا خلينا نبسط هاي، حتصير جذر الثلاث زائد اثنين على اثنين، وحدت مقامات. الان حنقسم كله على اثنين، فحيصير هون على اثنين وهون على اثنين، كأنه هاي على شو؟ على اثنين، فحيصير جتا تربيع الخمسطعش تساوي جذر الثلاث زائد اثنين على اربعة. جذر الثلاث زائد اثنين على اربعة. وان شاء الله باقي علينا في هذا الدرس اللي هو المتطابقات المثلثية، باقي عنا متطابقات نصف الزاوية. ان شاء الله في الحلقة القادمة سوف نثبت متطابقات نصف الزاوية ونكمل معكم في التمارين والمسائل بإذن الله.